عمر حسني وعايد سر الورى بعيد ميلادها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لينا محمد اللي تفاعلت اليوم ببوست من إطلالتها في حفلة عيد ميلاد سر الورع، وتلقت لينا في هذا البوست تعليقات من طرف الجمهور اللي سألوها عن إسلام. نمر أيضا إلى تامر حسني اللي تفاعل بستوري عمي عايد سر الورع بعيد ميلادها، وعلق تامر على الستوري بي غايته سارة حبايب قلبي أحلى احتفال. يا جماعة الفيديو بتاع عيد ميلاد سارة تامر منزله وبيحتفل بيهم، حلو. كل سنة انت طيبة سارة. تامر بقى تعالى لي يا تامر، انت قلت لي فيلم تاج ان شاء الله، بوعدك انك بتطلع معايا بس ايه مش هتديني دور كبير، ده اللي هو فيلم تاج نزل بقاله 13 سنة. ممكن بقى لو اي حاجة هتعملها دلوقتي المفروض اكون فيها يا تامر، بس تحق بصراحة يعني مش هينفع كده، انا لازم اطلع، لازم امثل يا جماعة.